بعد المطالبات الملحة من أهالي منطقة جسر الشغور للمنظمات والمجالس المحلية لترميم الطرقات التي تصل بين المدينة وأريافها. بدأت أعمال الترميم والإصلاح في الطريق الواصل بين مدينة جسر الشغور وريفها الشرقي بدعم من المكتب الخدمي للواء الحرية، أحد الفصائل العسكرية العامل بريفي إدلب وحلب. المشروع يتضمن إصلاح الطرقات المؤدية من الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور إلى المدينة بطول حوالي 20 كيلومتر كمرحلة أولى. المرحلة الثانية من مدينة جسر الشغور باتجاه مدينة دركوش بطول حوالي 24 كيلومتر. يخدم الطريق أكثر من 20 قرية في الريف الشرقي، أبرزها المرجو الأخضر والكستن والبشيرية وأم الريش، فضلا عن كونه الطريق الرئيسي الذي تتفرع منه الطرق التي تؤدي للأراضي الزراعية وطريقا لمرور سيارات الإسعاف. هذا الطريق من 7 سنين ما تخدم، هذا الطريق بيخدم سيارات الإسعاف، بيخدم الأراضي الزراعية، بيوصل كل ريف جسر الشغور الشرقي مع بعضه، ومشروع كثير ممتاز والله يعطيه العافية ويكثر خيره للي ساهموا بهذا المشروع. والله المعاناة من الحفر والجور يعني، والطريق مكسر كله يعني، ما في كل 50-60 متر حفرة وجورة والطريق كسر. ونحن نتمنى يعني أنه هالمشروع يشمل كل المناطق يعني، مو بس ريف جسر الشغور أو الجسر. تقوم الجهة المنفذة بمواصلة العمل بورشات مكثفة لينتهي بسرعة القصوى كي لا يعطل حركة سير المدنيين، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في أواخر شهر أيار الجاري لتبدأ المرحلة الثانية وهي ترميم وإصلاح الطريق الواصل بين جسر الشغور وقرى الريف الشمالي. يعتبر هذا الطريق الشريان الرئيسي الذي يربط جسر الشغور بقرى الريف الشرقي، وبانتهاء العمل فيه تنتهي المرحلة الأولى من المشروع لتبدأ المرحلة الثانية بإصلاح الطريق وترميمه من جسر الشغور إلى مدينة دركوش. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف وجسر الشغور الشرقي.